اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده فيها هنتكلم عن ايه هي العلامات اللي ممكن تقولك ان الشخص ده بيحبك بالرغم من بعده. يعني ايه بالرغم من بعده؟ يعني ممكن يكون الشخص ده في بلد تانية، او ممكن يكون مثلا مسافر بيشتغل بره، او ممكن يكون انتوا الاثنين مش من نفس البلد او مش من نفس المدينه. في علامات معينه لو حصلت من الراجل فتاكدي ان هو بيحبك او ان هو عنده مشاعر قويه ناحيتك حتى لو ما اعترفش، او حبه حب صادق حب حقيقي. للاسف في ناس كتيرة قوي دلوقتي بقت ممكن تمثل الحب او يبقى حب مبرر، يعني هو الشخص ده بيحبك علشان هو عايز منك حاجة او في مصلحة عنده لما يتعامل معاك او لما يبين حبه. ففي علامات كده الشخص ده مش هيعرف يمثلها، العلامات دي هتبقى حقيقية بنسبة كبيرة جدا، ولما الشخص ده يعمل الحاجات دي ركزوا فيها هتلاقوها علامات الحب الصادق البيور اللي مفهوش مصلحة. طيب ايه هي العلامات الحب ده؟ رقم واحد ان الشخص ده يكون بيهتم اهتمام يعني غير مبرر، يعني اهتمام مش مثلا عشان هو عايز منك مصلحة جسدية او مصلحة سكشولي او مصلحة، لا، ان هو بيهتم من اجل الاهتمام، من غير بيهتم بلا حدود من غير اي مقابل. يعني انت لما هو يهتم بيك مفيش مقابل هو بياخده يعني مقابل هذا الاهتمام خالص، ماشي؟ فدي من احد العلامات المهمة جدا اللي بتأكد ان الراجل ده يعني بيحبك حب حقيقي، وان رغم بعضه يعني تلاقيه مثلا بيهتم بمشاكلك، بيهتم بمشاكلك في الشغل، بيهتم بمشاعرك، بيهتم باحساسك، بيهتم بحواراتك الهبله التافهه. يعني ممكن تبقى حاجه تافهه جدا بالنسبه لك وانت يعني لا هو مش هيستتفهها خالص، بالعكس هو هيشوفها مهمه وهيحاول ان هو يحل لك كل مشاكلك مهما كنت انت شايفاها صغيره. دي علامه رقم واحد. علامه رقم اتنين ان الشخص ده يعني ما عندوش اي مشكله ان هو يعرفك على اهله. يعني مثلا ايه؟ ممكن يعرفك على اخته مثلا، يبقى حابب ان انت تبقي ظاهره، انت مش شخص خفي، هو انت مش بيخفيكي عن العالم خالص، انت شخص موجود وعادي جدا الناس تعرفك. فما عندوش اي مشكله مثلا يعرفك على اخواته، يعرفك على على مامته، على خالته، على اي حد في حياته، لان هو انت مش علاقه خفيه، بالعكس هو عايز يعترف بيك وعايز يفتخر بيك قدام الناس كلها لان هو بيحبك حب حقيقي. فموضوع الاهل ده يبقى هو ولا عنده مشكله، وخاصه لما تكونوا خلاص عرفتوا بعض، بقالكوا فتره بتتكلموا او بقالكوا فتره تعرفوا بعض، فبيبقى الشخص ده عايز يعني خلاص هو اتاكد من مشاعره واتاكد من احساسه واتاكد من التفاهم ما بينكوا او ان انتوا متفقين مع بعض، فبيبقى عايز خلاص بقى اللي هو خطوه الاهل ما عندوش مشكله. فلما تيجي تقولي له طب انا عايز اعرفك على اهلي، عادي جدا مش هيتضايق، وبالعكس هيبقى مقبل على الخطوه دي. وكمان مثلا هو ممكن يعرفك على مامته، يعرفك على اخته، يبقى في يعني العلاقه علاقه عائليه يعني، او يعني خطوه ان انت تعرفي على مامته دي مش بعيده يعني. بس ممكن الراجل في الاول ياخد وقت لحد ما يتاكد ان انت يعني متفقه معاه، ان في اتفاق ما بينكم، ان في كيمستري، ان في كيمياء ما بينكم، ان في انجذاب. فده ممكن ياخد وقت بس بعد كده كله بيبقى تمام. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه الغيره المبرره المعقوله، الغيره المتوازنه. دايما لما حد بيحب حد او لما حد بيكون معجب بحد بيبقى عايزه بتاعه هو بس، فبيبقى متضايق لو حاسس ان حد تاني بيقرب منه، او حاسس تاني حد تاني بياخد اهتمامه، او حد تاني بيغير على لبسك، بيغير على طريقتك، بيغير على حتى على البوست بتاعتك على السوشيال ميديا، مين بيعملك لايك، مين بيعملك كومنتس، مين بيتكلم معاكي. فالغيرة بس مش الغيرة المجنونة اللي مليانة شكل، الغيرة المعقولة، الغيرة اللي هي الشيك كده الاليجنت. يعني انا بحب الغيرة الاليجنت يا جماعة، الغيرة كده اللي تحس انها بتدي سبايسي لعلاقة الحب. اما الغيرة بقى اللي مليانة شك ومليانة عدم ثقة دي انا مش بحبها خالص، بالعكس بحس انها شك وعدم ثقة في النفس. يعني الشخص اللي بيبقى غيور جدا لدرجة الشك ده شخص مش بيثق في نفسه. انا نسيت يا جماعة باب الشقة مفتوح، وعايزة اقول لكم ان اي حركة بتحصل في العمارة انتوا بتسمعوها تقريبا. انا حاسه ان انا محتاجه اقرب البتاع ده شويه، استنوا كده يا جماعه. اصل انا يعني ايه الكاميرا دي خلاص كده كويس. طيب فاللي هي الغيره المحموده، الغيره الطبيعيه، الغيره اللي هي العفويه يعني. تالت حاجه ان الشخص ده هتلاقيه واقف جنبك في كل مواقفك الصعبه، بيقف وقفه رجاله، بيكون سند ودعم ليكي. يعني ممكن يكون اقرب الناس قريبه منك في المسافه. الشخص ده يعني تحسي لو حصلت لك مشكله او حصلت لك ازمه او في موقف استدعيت ان هو يقف جنبك فيه هيقف جنبك فيه، هتحسي ان هو بيحاول بكل الكونكشنز بتاعته ان هو يساعدك، او يعني يحاول ان هو يحل لك المشكله بالرغم من بعضه. يعني حتى لو هو مش موجود فبيحاول ان هو يقرب لك المسافات، بيحاول ان هو يعني
بيحاول ان هو يعني بيبقى سوبر بروتكتيف يعني، فبيبان في المواقف الصعبه بيبقى سند، بيبقى ظهر، بيبقى كانه موجود بالظبط، كانه موجود معاكي، وبيبقى اقرب من الناس فعلا قريبه منك كتير جدا. يعني انا عايز احكي لكم على موقف حصل معايا انا شخصيا. يعني انا في موقف بتاع الكلب بتاعي، انا في ناس كانت قريبه مني جدا توقعت ان هم يقفوا جنبي، ما كانوش موجودين، ناس بعيد عني جدا يعني ما كانوش في القاهره، they supported me وساعدوني فاحيانا بنعتقد الناس القريبه مننا في المسافه عندهم استعداد يعملوا حاجات كثيره قوي لان هم قريبين، يعني ممكن ينقذوك بسهوله، بس ده ما بيحصلش. فعشان كده المسافه دي يا جماعه يعني ما تاخدوش الناس القريبين حواليكوا دايما دولت ان هم اقرب الناس ليكوا، لا بالعكس، يعني في ناس تانية ممكن تكون بيبعدكوا عنهم بحور وبحور، بس الناس دي في الاخر بيقفوا جنبكوا وقت شدتكوا، بيبقوا سبورت وبيبقوا دعم قوي جدا جدا جدا. طيب بعد كده ايه كمان موقف يدل على ان الشخص ده رغم بعده بيحبك حب حقيقي؟ هو ان هو دايما بيسال عنك، يعني هو دايما بيهتم بتفاصيلك. التفاصيل دي يا جماعه يمكن عشان انا برج العذراء فانا بحب التفاصيل، انا بحب الشخص اللي بيهتم بالتفاصيل، يعني انا بيشدني الشخص اللي بيهتم بالتفاصيل، لان انا كرشه بهتم بتفاصيل اي حد بتعامل معاه، بهتم بتفاصيل الشخص اللي قدامي، بيحب ايه، بيكره ايه، بيتنرفز من ايه، ايه الحاجه اللي تفرحه، ايه الحاجه اللي تضايقه. فهو الشخص ده تحس ان هو حافظك يعني، او عارف كل تفاصيل تفاصيلك، عارف انت بتحبي الوان ايه، بتكرهي الوان ايه، لما بتتعصبي بتتاكدي ازاي، لما بتكوني مبسوطه بتعملي ايه، عارف عيوبك، عارف مميزاتك، عارف كل حاجه عنك، وعارف تفاصيل تفاصيل تفاصيلك اكتر من اقرب الناس ليكي. فاعرفي ان الشخص ده لما يهتم قوي ما بين السطور بالكلام ده، يعني مثلا تقولي له انا مثلا ما باكلش سي فود، هيبقى عارف ان انت مثلا ما بتاكليش سي فود، خلاص حافظها. ما بشربش شاي، فتيجي تقولي ده انا كنت قاعده مع اصحابي بنشرب حاجه سخنه، يقول لك ايه ده انت ما بتشربيش شاي، فتلاقيه ادق التفاصيل بتاعك. مثلا تقولي له الكلب بتاعك مش عارفه حصل، عارف تفاصيل اي حاجه انت بتهتمي بيها وبيهتم بيها، اي حاجه انت بتحبيها وبيحبها، لان هو عايز يبقى قريب منك بكل الطرق. لا انا لازم اقفل الباب، الاسانسير طالع. لما تقولي له ان انت متضايقه، مش بيعدي الكلمه بالساهل، لا هيحاول يعرف انت متضايقه ليه، وايه اللي مزعلك، وليه متضايقه، وازاي يقدر يخرجك من المود ده، وازاي يقدر يخليكي مبسوطه اكتر. اما في شخص تقولي له متضايقه، يعني ممكن ياخد الكلمه في وسط الكلام كده، ولا كان اصلا انت قلتي حاجه، عادي يعني متضايقه، ربنا ان شاء الله باذن الله حبيبتي يا رب يعني يا رب تطلعي بالسلامه كده وتبقي كويسه. فلا يعني لما تقولي انا متضايقه بيبقى عايز تفاصيل، طب متضايقه ليه، طب ايه اللي حصل، طب ليه، بيبقى عايز اعرف تفاصيل يومك لو هو فاضي او هو افيلبل، يعني ايه عايز اعرف رحتي فين، جيتي منين، بتعملي ايه، خرجتي فين، حاجه مضايقاكي ولا لا. هو تفاصيلك وتفاصيل يومك تهمه، مش مثلا ما تيجي تقولي له عملت وسويت تحس انه بيتلفف ام نوت انترستد. بصوا يا جماعه، في التعبير عن الحب بيبقى درجات، يعني في ناس بتعرف تعبر عن حبها بالكلام، انا اعرف ناس كتيره جدا بتحب ناس كتير قوي، بس ما بيعرفوش يعبروا بكلامهم، ما بيعرفوش يعبروا. ما بيعرفوش يقولوا كلام حلو، ما بيعرفوش يقولوا وحشتيني، ما بيعرفوش يقولي بحبك، ما بيعرفوش يقولوا كلام حلو، بس بيعرفوا يعبروا بالافعال. فركزوا اكتر في الافعال والتصرفات، لان هي اهم بكتير جدا جدا من الكلام. طيب ايه كمان لو الشخص ده، يعني الشخص ده بتحس ان هو بيتكلم معاك عن مستقبل، مثلا عن مستقبلكم مع بعض، يعني بيتكلم دايما بصيغه الجمع، اللي هو احنا هنعمل بتاعتنا عندنا هنا وعندنا هنا، لا احنا فدايما بيتكلم عن المستقبل، ان احنا مع بعض، ان احنا جزء لا يتجزأ، احنا حاجه واحده، مش يجي يقولك انا هعمل وهسوي وهروح وهشتري وشقتي، لا هو بيتكلم كان انتوا الاثنين كيان واحد، كان انتوا الاثنين حاجه واحده، لان هو عايز مستقبلكم يبقى واحد، هو اللي انترستد ان انت تكوني في بيته، ان انت تكوني مراته، ان انت تكوني حبيبته، ان انت تكوني كل حاجه عنده، هو اللي عايز ينحت في الصخرة علشان يجهز شقته ويبقى عنده الامكانيات اللي تخليه ان هو يتجوزك ويرتبط بيكي اوفيشلي، هو اللي هيبقى عايز. فدايما بيتكلم عن المستقبل ان هو بتاعكم انتوا، مش بتاعه هو لوحده او بتاعك انت لوحدك، لا بيتكلم مثلا يقول لك لما نسافر شهر العسل بتاعنا هنروح كلنا مع بعض هنعمل، فبيتكلم بصيغه الجمع لان انتوا تيم واحد، انتوا يعني حاجه واحده. الشخص ده لو لقيتوه يا جماعه امسكوا فيه بايديكم بسناكوا، لان ممكن تضيعوه من ايديكم ما تلاقوهوش تاني طول الحياه. يعني الاشخاص اللي بتحب حب بيور نقي
بلا حدود وبلا مقابل قليلين جدا جدا في الحياة دي. قولولي، هل قابلتوا قبل كده علاقة عن بعد وحسيتوا بالحب الحقيقي ولا لا؟ حصلت ازاي؟ احكولي القصص تحت في الكومنتس. بليز ما تنسوش تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولولي تتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه. I love you all. Thank you. Bye bye. مع السلامة.